السلام عليكم يا بنات، أخيرا لقيت الوقت باش نقدر نتكلم على القبول في الجامعات زي ما وعدتكم. وصلتني هلبة، طلعت على الخاص سواء في الفيسبوك أو في السناب إني نتكلم على طريقة القبول. طبعا اللي حنتكلم معناه ما نقولش إنه يضمن لكم تحصلوا القبول، بس على الأقل إني أسهلكم بالخطوات اللي أنا أصلا مريت بها واللي أغلب الطلبة يمروا بها. طبعا الناس اللي عندهم اوريدي قبول دكتوراه وماجستير ممكن يديروا سكيب للفيديو لأن حيكون شوية ممكن طويلة عليهم، مع أني حنحاول نلخص. بس لو هم يبغوا يقعدوا معنا في الفيديو they're very welcome، وياريت لو عندهم فيدباك أو معلومات أنا نسيتها يفيدونا بها. نحاول إن شاء الله، إن شاء الله ما يقصوش علي صغاري، بس نحاول أني نقوله لكم مرة واحدة. تقديم الجامعات يبي شوية وسعة بال، يعني ما تستعجلوش إن بس تعبوا ملفات وتقدموا هنا وغادي هنا وغادي من غير تركيز لمجرد إن أنتوا تبوا تكسبوا الوقت. أعطوا لنفسكم شوية وقت تعرفوا شن هي الجامعة اللي أنتوا تبوها وشن هو القسم اللي أنتوا تبوا تخشوا فيه. طبعا مع القرار الجديد متاع الوزارة إن في 300 جامعة تبوا تديروا تصنيف للجامعات إن بس اللي في أمريكا باش تشوفوا الطلبات متاعهم. طبعا القرار هذا كويس انه هو لو طبوه يبقى معناها كل الناس ان شاء الله باذن الله عندهم فرصه ان هم يقدموا على الجامعات هديه. ما تخافوش من اسم هالجامعات، مش كان لقيتوا اسم جامعه مشهوره يعني خلاص تديروا سكيب للجامعه وتقولوا لا احنا مستحيله ياخذونا. لا، جربوا كل الجامعات مهما تكون الجامعه مشهوره ومهما تكون قويه، والحمد لله يعني من خلال تجربتي الطلبه الليبيين متميزين في كل مكان، فبإذن الله حتى أنتوا حتكونوا من الناس المتميزين فما تيأسوش. طبعا صوت صغاري في الباك جراوند تجاهلوه. المهم أول حاجة نبي نقولها، لما تبوا تقدموا على الجامعات أول شيء لازم يكون عندكم كراسة باش تكتبوا فيها كل الملاحظات اللي مش بس أنا بنقولها، كل الملاحظات اللي أنتوا تبوا تجمعوها على الجامعات. لازم شوفوا حاجة زي هيك. طبعا أنا هذه مدرتها كنت أيام كنت نقدم على شغل، فتقريبا نفس البروسس. الهدف من الكراسة هدية، تقولون ايه عشان قاعدة اقول الهدف من الكراسة هدية انها تعد لكم عملية تنظيم الجامعات اللي انتوا تبوها والمتطلبات متاعهم. فانا كتبت هنا لستة بالحاجات اللي ممكن اللي احنا نتكلم عليها بسرعة بحيث ما نطولش عليكم، عارفة الناس ما عندهاش وقت كلها. اول شيء دوروا الجامعة اللي انتوا تبوها، سواء ان هي من ناحية قريبة ليكم او من ناحية ان القسم اللي انتم تبوا تقروا فيه في هذيك الجامعة. طبعا بنقول حاجة على النقطة هذه، اقروا الاقسام كويس باش تعرفوا شنو هو القسم اللي انتم تبوا تقروه او شنو هو التخصص اللي تحت القسم اللي انتم تبوا تقروا فيه. ليش قلت هيك؟ لان في عدة تخصصات اسماءها مختلفة في عدة جامعات رغم ان هي نفس التخصص. يعني على سبيل المثال أنا تخصصي تدريس اللغة الإنجليزية اللي هو ما يعرف بالتيسل. أنا لما جيت ندور في الجامعات هنا لقيت حاجة اسمها تيسل، لقيت حاجة اسمها Applied Linguistics، لقيت حاجة اسمها TOEFL أو TESOL، نسيت شن هو الاسم الثاني اللي لقيت TESOL أو TEFL، يعني فلقيت الأسماء مختلفة. وغير هيك إن التخصص هذا كان موجود تحت كليات مختلفة، يعني أحيانا نلقاه تحت كلية الآداب اللي هي الهيومانيتيز والسوشيال ساينسز العلوم الإنسانية، وأحيانا نلقاه تحت كلية التربية اللي هي الإديوكيشن. فكيف بتعرفي إن القسم هذا بالضبط هو القسم اللي أنت تبي تقري فيه؟ خشي على القسم وشوفي الكورسز اللي القسم يقدمها، وإذا لقيتوا الكورسز بالضبط هي هذه المواد اللي انت تبي تقريها او تبي تتخصصي فيها في البحث متاعك في المستقبل، يعني خلاص هو هذا انت القسم اللي تبي، بغض النظر شن اسمه. زي ما قلت لكم احنا قسمنا زمان اللي حتى اسم بايلينجواليزم ومالتيلينجواليزم، يعني هو نفس التخصص باسماء مختلفة. احيانا يكون اسم التخصص مختلف بس يكون التراك متاعه هو اللي تبي. يعني مثلا انا زمان لقيت تخصص اسمه Curriculum and Instruction اللي هو مناهج، بينما التراك متاعه تيسل اللي هو تدريس اللغة الانجليزية. نسيت شن هي الكلية، بس ستيل المهم المهم رغم اختلاف الاسم، اسم القسم واسم التخصص، لكن التراك متاعه هو هذا اللي نبي. فهذه أول حاجة لازم أنتوا تركزوا عليها باش تديروا مينيمايزيشن للليست متاعكم، يعني باش تتنقصوا عدد الجامعات. خلاص بعتالي بعد ما لقيتي الأقسام اللي أنتي تبيها والتخصص اللي أنتي تبيه تحت القسم اللي أنتي تبيه
وخلاص وقررت يطلعوا لك مثلا فور اكزامبل 10 جامعات من 300 يونيفرسيتيز، هذولا 300 جامعه، لقيتي 10 جامعات هي هذه اللي انت تبيها. طبعا حطي هال10 جامعات هذه في الكراسه اللي انا قلت لك عليها، هذا باش انا بكم تديروا الكراسه، وكل جامعه على الاقل حطوا لها خلوها في ملف في صفحه من هذيك الكراسه، وتعالوا كل جامعه خشوا عليها وشوفوا الطلبات اللي هي تبيها. وهذه الخطوة مهمة جدا، لازم انتم تخلوها في مكان الجامعات مفصولة على بعضها، لانها حتتلخبطوا مع كثرة الجامعات. الناس اللي تحب الديجيتال ريكوردينج ممكن تحط الحاجات دي في ملف الكتروني بدل ما ان هي تحطها في كراسة، مش مهم الطريقة، المهم انها لازم تتنظم، اذا ما تنظمتش حتحوسوا فيها. فتبوا تشوفوا. طبعا أعطيكم مثال من الجامعة اللي أنا كنت نقرأ فيها، مثلا هذه الجامعة انديانا يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا. لو تبي تعرفي شنو هو التخصص وشنو هو القسم متطلبات تخشوا للأكاديميكس، وبعدين تخشوا لي. أنا طبعا نتكلم على الجراجويت بروجرامز، نفس الشيء لو أندر جراجويت بروجرام، وشفتوا تطلع لكم لستة بكل بروجرامز الجامعة تقدم فيها. طبعا أنا تخصصي كان انجلش كومبوزيشن اند تيتل، فطبعا ديروا كليك عليه مثلا التخصص متاعكم، وشوفوا هنا مثلا كل الحاجات اللي تبوا تعرفوها على البروجرام، وعادة تلقوا ستوري من الناس اللي ناجحين في البروجرام وهيك وخلاص. وبعدين تلقوا هنا شفتوا هاند بوك وهاو تو ابلاي تويشن اند فيز فاينانشال ايد، تخشوا طبعا لهاو تو ابلاي، وتلقوا الدكتورال بروجرام ادميشن، وتلقوا شن هي الحاجات اللي مطلوبة في البروجرام. ولو انت طبعا international student زي ما لو انت international applicant حتلقي معلومات خاصة بيك وكيف ان تقدمي لنا. احيانا تقديم الطلبة الانترناشونال يتم عن طريق ال Office of International Education، واحيانا يتم عن طريق ال Graduate School على طول. فالمعلومات دي لازم تقروها very carefully. بس بعد ما تقروها شفتوا تو هنا مثلا هذه المتطلبات، لو انتم الناس اللي تحبوا الاي ريكوردينج تاخدوا تديروا لها كوبي بيست في وورد دوكيمنت، بس حتى ما تريحش من عندكم، وتشوفوا شن هي الحاجات اللي يبوها. عادة الأوراق المطلوبة هي الجنرالية، يعني اللي هي رسائل التزكية، يطلبوا من 2 لـ3 رسائل تزكية، يطلبوا statement of intent, statement of purpose, purposeful statement، كل قسم يسمي فيها شكل، بس هي رسالة الهدف الدراسة. يطلبوا امتحان اللغة الإنجليزية، بعض الجامعات تطلب GRE، بعض الجامعات تطلب شهادة المعادلة اللي هي حاجة تعدي بها شهادتك من ليبيا للشهادة الأمريكية، وطبعا GPA بتاعك اللي هو المعدل، معدلك يعني هل هو ممتاز ولا جيد جدا ولا مقبول. وطبعا هني ماشيين بالأرقام، يعني مثلا 4 من 3.5 لـ4 يعتبر ممتاز، من 2.5 لـ3.5. فشوفوا شن هي. طبعا بعد ما تكتبوا الحاجات هدية كلها طبعا تبدوا تشوفوا شن هي اللي عندكم. وطبعا أهم شيء تكتبوه في الورق هدايا إن أمتى الديدلاين باش تقدموا على الجامعة هدية، لأن طبعا الديدلاينز هذه حاجة very tricky. يعني مثلا هل بناس تجي مثلا في السبرينج مثلا وتبدا تجهز في اوراقها وتبي تقدم، وهو اصلا الديدلاين اغلبه في السبرينج، يعني البي اتش دي بصفه عامه تفتح في القبول مرتين في السنه، اللي هو عاده يكون مره في الربيع ومره في الصيف، اللي هما يبدو القرايه في الخريف ويبدو في الصيف. زي ما شايفين انتم هنا في الجامعه هذه بتاعي كاتبين لك ان هم لازم يكون الجي بي اي بتاعك 3 باش ان اصلا دي كونسيدر يو، وطبعا 3.5 لو انت في الكومبيتيتيف سكيلز، يعني 3.5 يكون قوي، يعني افضل طبعا اكيد من لو يجيهم 1.3، 1.3.5 حياخدوا 3.5، هذا المقصود. المهم في المعلومات هذه لازم تقروها يعني بتمعن، يعني ما تمروش عليها مرور الكرام. شوف هنا مثلا طالبين 2 detailed letters of recommendation. طب نقول حاجة على letters of recommendation قبل ما نفوتوا. letters of recommendation لو انت قارية هنا في امريكا محصلة الكورس لغة، يفضل انك انت تشوفي من الناس اللي قروك في كورس اللغة يكتبوا عليك recommendation letter. طبعا لو تحصلي لك واحدة من ليبيا من المعرف متاعك او من رئيس القسم يكون افضل، بس انا نعرف ان احيانا الكونتاكت بليبيا شوية صعب، فحاولي تنوعي ريكومنديشن ليترز بتاعك. ريكومنديشن ليترز بتاعك اكتبوا لها مش بس حاجة تقول انت جود ستودنت، راهي انت جود ستودنت هذه ما تنفعش اي شيء هنا في امريكا،
لأن يحسوا إنك أنت لما الشخص دكتور يكتب لك أنت جود ستودنت، هذا كان يجامل فيك، وبس أنت طلبتي منه ريكومنديشن لتر وكتب لك إنك أنت كنت جود. لازم يتكلم بارتيكولري أنت في شن كنت جود، يعني جود في شن، يعني مثلا في العمل الجماعي، في البحث، في خاصة يركزوا على قصة العمل الجماعي هذه. أنت كنت تديري في أكتيفيتيز في القسم بتاعك، أنت كنت تكتبي في بيبرز كويسة، ممكن حتى يكتب نتكلم على واحدة من البيبرز اللي انت كاتبتيها. طبعا هي يعني كلها نتكلم عليها في مجال العلوم الإنسانية، ما نعرفش لو مجال العلوم الطبية والعلمية عندهم حاجات مختلفة، فاني ما نعرفش، يعني ممكن الناس الثانية تقدر تفيدكم أكثر، بس في العموم هذا هيك بصفة عامة. يعني كيف أنا ليش نقول لكم على قصة الريكومنديشن ليترز؟ أنا لأني ريكومنديشن ليتر اللي زمان حصلتها كانت ضعيفة جدا، وللأسف ما قدرتش نحصل بها قبول بسهولة. يعني واحدة من الريكومنديشن ليترز كان الدكتور يكتب لي فيها أني أنا كنت جود ستودنت وجايبة جي بي اي الفلاني، وأنه هو ريكومندز مي أني أنا نقرأ في الجامعة هذه، وأنا فرحانة بها طبعا أني أنا جود ستودنت وهيك. فبعتتها لي واحدة من الأقسام طبعا along with other documents، وطبعا بعدين لما ردوا علي بالرفض بعثت لهم، قلت لهم معليش شنيني بنعرف شنو هو سبب الرفض. فقالوا لي you don't have strong recommendation letters. فاستغربت يعني، لان كيف انا جايب recommendation letter على بالي ان هي recommendation letter كويسة. فالمهم بعتها لي طبعا، وريتها recommendation letter لواحد من الدكاترة اللي عندنا في القسم، فقال لي هذه recommendation letter تقول ان الدكتور اللي طلبتي منه تحشم منك، احنا يعني انت طلبتي منه هو تحشم فكتب لك ريكومنديشن ليتر ركي على الماشي وخلاص، ما قالش انت في شن جود ولا شيء. فاني السبب اني انا حكيت القصه هديه باش انكم لما تقدموا ريكومنديشن ليتر حاولوا ان تكون ريكومنديشن ليتر فعلا قويه. وليش قلت لكم انكم انتم لو تحصلوا في معهد لغه او شيء، لان عاده الدكاتره هنا عندهم خلفيه على البروسيس وشنو بالضبط اللي هو مطلوب من الريكومنديشن ليتر، او كيف تكون، يعني هم فاميليار بالكلتشر بتاعتهم، فيعرفوا بالضبط ان مثلا القسم هذا او مثلا البوزيشن اللي انت مقدمتي لها ولا الكليه اللي انت مقدمتي لها شنو هي الحاجات اللي ممكن تطلبها، فيركزوا عليها. هذه بالنسبه للريكومنديشن ليتر. بالنسبه لامتحان اللغه حنتكلم عليه بسرعه بسرعه، اللي هو ايلتس ولا توفل. التوفل في الاي بي تي اللي هو انترنت بيست، وفي البيبر بيست، والايلتس مور بريتش. وبحكم تخصصي في اللغه الانجليزيه نقدر نقول لكم ان الايلتس اسهل من التوفل. الايلتس البريتش اكسنت قاعده اسهل بهلبه من الامريكان اكسنت. في التوفل خاصه في الليسننج حتسمعوا اكسنت غريبه عجيبه، وهذا احيانا حيكون صعب لشخص بيجنر، بينما الايلتس ماشي بطريقه، يعني كيف نقول لكم، يعني واخذ الليفلز من البدايه. يعني انت بس لو جمعي درجات بس في البيجنر ليفلز في الاسئله البسيطه في الايلتس ممكن تحصلي 5.5 و6 بسهوله. ومع ذلك الناس عندهم بريفرنسز مختلفات بالنسبه لقصه الايلتس والتوفل. بالنسبه لي يعني I still recommend ايلتس، بس لو تحسي روحك more comfortable of doing TOEFL خلاص go ahead and do TOEFL. وطبعا انتبهوا لقصة الديدلاين، يعني شوفوا الديدلاين، مثلا لو الديدلاين في شهر واحد متاع الجامعة، يعني من توا المفروض تمشوا تسجلوا في TOEFL او ايلتس وتجيبوا درجة مطلوبة، لان هم حيطلبوا منكم تقريبا. بعدين نجو للستيتمنت اوف بيربس ولا ستيتمنت اوف انتنت. هدية اهم ورقة في كل شيء، يعني من غيرها التزكية رسالة الهدف من الدراسة. لازم تكتبوا رسالة تقولولهم فيها علاش انت تحديدا تكون طالب كويس في القسم بتاعهم هما، يعني مش مجرد بس تحكي لهم قصة حياتك ولا انك انت تقعد تشكر لهم في القسم بتاعهم، لا، حاول انك انت تدير الزوز. يعني جيب لهم ستوري، مثلا بيرسونال ستوري تكون شوية انفلونشال وتأثر فيهم. استخدموا الباثو، طبعا حنقلبها لكم درس كومبوزيشن، يعني استخدموا الايموشنال ابيل، انكم انتم كيف تاثروا فيهم من ناحيه الايموشن، ات ذا سيم تايم كيف ان انتم تستخدموا اللوجيك هذا، ريزن، جود ريزنينج، انكم انتم تقنعوهم ان انتم حتكونوا طلبه كويسين في القسم بتاعهم. طبعا الستيتمنت اوف بيربس هذه اللي حتوقف قدامهم لما يجوا يفرزوا في الملفات. مرحلة فرز الملفات شوية طويلة، يعني في الأول تمشي الملفات للجراجويت سكورز يشوفوا إنك أنت عندك كل السكورز ومش عارفة شنو، يبدو يصفوا يصفوا يصفوا، يعني من مثلا
500 شخص قدم، بس يطلعوا 300 او 200 اللي بس هدول اللي عندهم كل الشروط. وبالتالي من الجراجويت سكول تمشي احيانا للانترناشونال اوفيس حتى يتاكدوا ان الانترناشونال ستودنتس عندهم كل الطلبات المستوفينها، وبعدين تتصفى اكثر. يوصل للقسم حوالي 100 ملف، ويبدا عندهم احيانا بس 15 كرسي. يعني الكومبيتيشن عاليه جدا، فانت تبي تكتبي رساله فعلا تخليهم يتاثروا، فعلا تخليهم يقولوا هذه الطالبه لازم نجيبوها تقرا عندنا، هذه فعلا عندها جود بوتنشلز وجريت كريدنشلز، ان هي هذه اللي وجدت عندنا حتطلع بحاجه كويسه. وفي حاجه ثانيه اللي بنقوم عليها خاصه بعد القرارات الرئاسيه الجديده، الجامعات كلها بدت بالدايفرسيتي، بدو ان هم يبوا طلاب من جنسيات مختلفه، من ديانات مختلفه، فتشانسز انك انت تكوني طالبه اجنبيه ومسلمه مرات تكون اكثر من التشانسز بتاع الامريكان نفسهم، خاصه الامريكان نفسهم كلهم يجوا يبوا جي ايز، وهم يفضلوا الناس اللي عندهم سكولرشيبس، وبعدين بعد ما ياخذوا الناس اللي عندهم سكولرشيبس يعطوا للناس اللي يحتاجون يكونوا جي ايز. فالمهم يعني ما نرجع اقول لكم، ما تيأسوش من الموضوع وما تحسوش انه هو موضوع صعب. نجي نرجع لموضوع رسالة التزكية. يعني مثلا نبي نقول لكم على واحدة دوا تم قبولها في تقريبا 15 جامعة، هي يمكن من هندية أو باكستانية مش متأكدة من جنسيتها. هم 15 جامعة هذه من هارفارد وستانفورد، يعني توب يونيفرسيتيز في اليونايتد ستيتس، مش بس في اليونايتد ستيتس، في العالم. الطالبة هدية لما قريت أنا الستيتمنت أوف بيربس بتاعها كاتبة، بس هي طبعا تبي تخش قسم التدريس اللغة الإنجليزية، إن هي كاتبة إن هي السبب اللي خلاها تبي تخش القسم هذا، إن هي لما جت هنا كمهاجرة أمها كانت تعاني في تعليم اللغة الإنجليزية، وإن هي تتعلم اللغة الإنجليزية، فقعدت تتكلم إن كيف أمها ما تعرف برونونس أغلب الكلمات بالإنجليزي، وإن كيف إن الناس يقعدوا يضحكوا على أمها، وكيف إن أمها قعدت تعاني هلبة بشربتهم وكبرتهم. يعني القصة كلها كانت على أمها، لنهاية القصة وهي تتكلم على أمها وكيف أن أمها تستخدم في الكلمات الإنجليزية بطريقة غلط وتخلي نفسها الناس يضحكوا عليها، فهي بتقري الناس باش ما يصير لهمش نفس موقف أمها. يعني كانت البنت استخدمت الباثوس بشكل غريب، يعني استخدمت الإيموشنال أبيل، خلت الناس أن هم يتعاطفوا مع قصة أمها. قلت لكم 15 الجامعة قبلتها، وطبعا كل المجلات والجرائد اللي في أمريكا هنا كتبت عليها. والله لو لقيت الخبر قديمة شوية لأن بداية السنة، تو لقيته تون ندير لكم تنوريه لكم، بس إن يعني شوفوا قصة زي هذه بسيطة جدا، بعد ذلك هي حصلت بس خلوها شوية فيها قصة عليكم أنتم، يعني كيف حياتكم وكيف بدتوا وشنو الكونكشن اللي انتم عندكم بالميجر اللي انتم تبوا تشتغلوا فيه، سواء كان ميجر ادبي او علمي على حسب التخصص اللي انتم تبوا تقروا. يعني اعطوهم قصه ان علاش تحسوا ان التخصص هذا امبورتنت، بعتالي قولوا لهم ان علاش تبوا انتم الجامعه هذه تحديدا. يعني هل الجامعه هذه لانها كويسه، لان طبعا هم يعرفوا نفسهم لو هم جامعه كويسه ان هم كويسين، فبي كيرفول اوف ذا تشويس اوف ووردز. يعني مش بس كويسه ذس از ون اوف ذا بيست يونيفرسيتيز ان يونايتد ستيتس، لا ذس از نوت انف. قولوا لهم مثلا حاجه زي ان عندكم ريسورسز كويسه، عندكم لايبرريز كويسه. وفي حاجه ثانيه انا نعرفها ان هي حتى هي تسهل عمليه القبول، ان انكم لو تذكروا من اسماء الدكاتره اللي في القسم. يعني مثلا تقولوا ان نبي نشتغل في نبي ندرس في القسم هذا لان البحث بتاعي، يقولوا لهم اسم الدكاترة متاعهم، هم يفرحوا به الموضوع هذا ويحسوا ان الشخص هذا مش بس جاينا في الجامعة هذه باش ياخد قبول وخلاص، لكن حتى انه هو قري وتعب نفسه وشاف الدكاترة متاعنا وشاف البحوث متاعهم. في جامعات تسمح للطلبة ان هم يتواصلوا مع المشرف قبل ما تبدأ الدراسة، هذا طبعا مش في العلوم الانسانية. العلوم الانسانية لازم يكون عندك قبول قبل ما انت تكلمي الدكتور. في العلوم اتوقع العلمية، يعني يكون زي الطب زي الهندسة زي ما ممكن انك انت لازم تشوفي الدكتور يكون عنده سبوت ليك في اللاب، ولا مثلا عنده سبوت ليك في الريسيرش اللي هو يديره، ولا انت ممكن تكوني من ضمن الجروب اللي هو يشتغل عليه ما نعرفش. بس في العلوم الانسانيه لا، ما تقدريش تكلمي الدكتور، ولو انه لو في جامعات تخليكم فجو اهيد اند دو ذات. فخلص طبعا اني الكلام هذا نقول فيه مش بس من خبرتي لاني قدمت، بس لاني فتره اشتغلت مع تصفيهم، في اعرف ان هذه من ضمن الحاجات اللي هم يشوفوا فيها ويقولوا عليها واو. مثلا يعني مثلا بنرجع نتكلم ثاني على الستيتمنت اوف بيربز، انا جدا مهمه.
يعني مثلا انتم نقولوا مثلا ان تخصصكم تدريس اللغة الإنجليزية وتبوا تتميزوا مثلا في using technology in language teaching، استخدام التكنولوجيا في تدريس اللغة، وقدمتوا مثلا للجامعة X. الجامعة X هذه ما عندهاش ولا كورس ولا مادة تدرس تكنولوجي، ولا مادة تدرس تكنولوجي، وانتم statement of purpose نتاعكم كلها عليه كيف نستخدم التكنولوجيا في تدريس اللغة الإنجليزية. طبعا هذه مهما كنت الجي بي اي بتاعك عالي، مهما انت تكلمت انك انت كويس او انت كويسه، سوري، بس للاسف انت جاي ببحث استخدام التكنولوجيا في اللغه الانجليزيه، بينما انا كجامعه ما عنديش ما نقدم لك، يعني سوري اني ما عنديش قسم تكنولوجيا او الميجر هذا او تيشت. فاقروا كويس الكورسز اللي الجامعه تقدمها باش انكم انتم يو ريفرنس ذم في الستيتمنت اوف بيربس. كنت تتكلم عليها مثلا اني من ضمن الكورسز اللي اني لقيتها اللي هي second language teaching ولا second language acquisition whatever الكورس اللي انتم تبوه، وهذا حيساعدني في البحث بتاعي، والبحث بتاعي اللي هو عبارة عن x y and z، والهدف من البحث بتاعي كذا. يعني خلوها very concise. هنحاول نتكلم بسرعة لان الذاكرة بتاع التليفون تتعبى، ما عادش لقيت شيء نمسحه. خلاص المهم باقي الحاجات اللي هي جي ار اي، شوفوا شنو هي درجة الجي ار اي وقديش الجامعة تبي في الجي ار اي. في جامعات تطلب درجة، في جامعات المهم انك انت تديري جي ار اي وخلاص، فحتى هذا الموضوع ركزوا عليه كويس. بعدين المعادلة اللي هي كنتي لازم تديري، يعني الشهادة الليبية لازم تعادليها بشهادة الأمريكية، يعني ما نعرفش طبعا في أماكن خاصة يديروا فيها، على وقتي هنا ما كانتش مطلوبة. بعدين بتركزي إذا كان الجامعة عندها متطلبات أخرى، يعني زي في جامعات بالنسبة لمجال الآرت يطلبوا في رسومات، في مجال الكتابة الإبداعية على سبيل التحديد يطلبوا في قصص أو شعر. فشوفي في جامعات تطلب statement of research، يعني لو عندك بحث تبي statement of research السي في حتى هو. فهذه الحاجات حاولوا إن هي كلها تكون shaped وتكون كويسة. لما تجهزوا الحاجات دي كلها لازم تديروا لها بروف ريدنج كويس، بروف ريدنج يعني تعطوها لحد يقراها لكم ويشوف لكم لو فيها اي اخطاء. انا نبي نقترح عليكم موقع اسمه grammarly.com، اتوقع اسمه grammarly.com، مهم grammarly اكيد، لو تحطوا grammarly في جوجل يطلع لكم. طبعا هذا تقدروا تشتركوا بيه في الفلوس، ولو ما تبغوش تشتركوا موجود بالبلاش، يعني هذا حتى انا نستعمل فيه احيانا لما نبي نكتب حاجه سريعه هيك طول نخش ندير لها كوبي بيست نحطها في جرامرلي يطلع لك اي خطا في الكتابه بتاعك. يعني مرات حتى احيانا اخطاء ما ننتبهوا لهاش زي اخطاء املائيه وقت الطباعه، مرات حرف اس منطر هنا ولا غادي، مرات بروناون محطوط غلط. فاستخدموا الموقع هذا بصراحه كويس كويس يعني. واصلا انتم لو درتوا له لينك في كمبيوتركم يبدا اوتوماتيك لاي شيء تكتبوه اونلاين يبدا يصلح لكم فيه. اذا انتم موجودين في امريكا وتقدروا تخشوا للجامعه برا الرايتنج سنتر، فحاده في الرايتنج سنتر تلاقوا ناس اكسبرتس وتيوترز كويسين يساعدوك. قيمه الدفع يعني كم كل حاجه، كم كل ابلكيشن محتاجه فلوس. طبعا الابلكيشنز ياخذوا فلوس احيانا من $70 ل$100، يعني ارقام خياليه. فلازم هذه حاجه حتى بتحطوها في الكراسه اللي قلت لكم عليها من البدايه، حتى تعرفوا بالضبط كم ميزانية تحتاجوا باش انكم انتم تقدموا للجامعة. احيانا تحتاجوا حتى $500 بس للابليكيشنز، وعادة ان شاء الله يردوه لكم. يعني المهم هذه باختصار شديد شديد، هذا اختصار شديد راهو اني تكلمت عليه، متطلبات القبول في امريكا. الناس زي ما قلت لكم اللي عندهم قبول دكتوراه اوريدي وماجستير او ازواجهم اوريدي يقروا، فالفيديو هذا حيكون ممل جدا جدا جدا، بس لو تفرج عليه للآخر مشكورين. وإذا نسيت حاجة يبعتوا لي على الخاص، حنحاول ندير له تسجيل وحنزله إن شاء الله في الفيسبوك حتى يكون accessible. ولو عندكم أسئلة دقيقة على حاجة معينة بالضبط ابعتوا لي وإن شاء الله. لو سؤال لقيته متكرر حنرد على العام، لو سؤال لقيته مش متكرر حنرد عليك على الخاص على طول. إن شاء الله المحاضرة الجاية حنتكلم عليه السي في وكيف تكتب السي في، بس الله اعلم عاد امتى ندير هالمحاضره هذه. بس ان شاء الله في الورك شوب الجايه ان شاء الله باذن الله، لو اني انا تكلمت على السي في نبيكم كلكم تجهزوا السي فيز بتاعكم معاكم، يعني كل واحده تجيب الكمبيوتر بتاعها معاها ويكون السي في بتاعها معاها باش نبدا نشتغلوا على السي في نفسها. شكرا لحسن المتابعه، مع السلامه.